سنه وانتم طيبين وموسم جديد من هتروح فين؟ هتروح فين الموسم ده فعلا متغير، لان احنا بنبدا من العاصمه الثانيه، العاصمه الثانيه اللي هي اسكندريه. اسكندريه يعني مش صيف بس او ساحل، اسكندريه يعني طول السنه وبالاخص كمان في الشتاء. انا واحد من الناس كان بقالي كتير جدا ما جيتش اسكندريه، بس لما جيت المره دي لقيتها اتغيرت بشكل كامل متكامل. ومن ضمن الاماكن الجديده اللي لقيتها في اسكندريه لقيت مكان كبير جدا اسمه سيتي سكوير. سيتي سكوير ده عباره عن مكان كله مطاعم ومن ضمنهم مكتب. تحفه بصراحه، حلو جدا. السلطه شكل اسمها ايه؟ مكشف سلطه. ايوه مكشف سلطه، دي كانت حلوه جدا جدا جدا. وطبعا الاكل كله حلو، بس دي كانت من احلى الحاجات يعني اللي انا ذقتها بصراحه. ايه رايك لما تجرب معانا بلاي ستيشن مع الشيشه بتاعتك والدرينك؟ ده كمان بلاي ستيشن وشيشه ودرينك. عندي بلاي ستيشن وفيديو. الله ده حلو جدا، يلا بينا. يلا بينا. زي ما قلت لكم في البدايه ان هتروح فين، السيزون ده فعلا مختلف، ومن ساعه ما جينا هنا موكا وكل حاجه مختلفه، سواء اكل او شرب او شيشه او حتى البلاي ستيشن، ولسه كمان في ديزرت، فده اللي هتسيبوني معايا. بس قبل ما تسيبوني معايا عايز اقول لكم ان موكا ليه فروع كتير قوي في اسكندريه، منها المعموره ومنها المنتزه، والباقي هيطلع لكم دلوقتي في نهايه الحلقه. وقبل ما تسيبوني تاني مره مع الديزرت برده، استنوني الويك اند الجاي في مكان جديد وفي اسكندريه.